هذا يقول أني معي مصحف أخذته من الحرم ورحت أتوضأ وجعلته عند أحد الباعة لما أخرج من الحمام، ولما خرجت ما وجدت الرجل ولا وجدت المصحف. نقول أنت اللي غلطان، أخطأت في هذا، لماذا تخرج بالمصحف؟ المصحف وقف على الحرم، لا يجوز أنك تخرج به من مكانه، كان وضعته في الحرم، أنت أخطأت في هذا، والله يتوب علينا وعليك، لا تعود لمثل هذا.